أعزائي المشاهدين، حتى ينعم سكان حي السبع دوخات في ضاحية السبع طوالع بمياه نظيفة غير ملوثة، تابعتم معنا أجوبة المسؤولين والتي لم تكن مقنعة بالمرة، ولابد أنكم تطرحون على أنفسكم السؤال الجوهري الذي لم نجد له الإجابة حتى الآن، والتي قد تشفي غليل أهالي الحي: أين الخلل ومن المسؤول الحقيقي عن هذا الإهمال؟ فمسؤول المياه ألقى باللائمة على مسؤول السياقات واتهمه بعدم تطبيق الشروط الفنية أثناء تمديد القساطل، ومسؤول السياقات ألقى باللائمة على المحافظة التي لم تضبط التوسع العشوائي للمساكن، ومسؤول المحافظة بدوره اتهم شركة القساطل المتحدة، وشركة قساطل ألقت باللوم على عمال مؤسسة مجاري الذين لم يراعوا شروط الفنية أثناء التركيب. أما عمال مؤسسة مجاري فقد ألقوا باللوم على سكان حي السبع دوخات، حيث اتهموهم بعدم التعاون والبخل، لأن أهالي الحي لم يقدموا للعمال الشاي والماء البارد أثناء العمل. لقد احترنا بأمر هذا النموذج من المسؤولين. على من تقع المسؤولية؟ لا أحد يعترف، الكل يتنصل والكل يتهرب، بل إن جميعهم يلجؤون إلى الإجابات الزئبقية والحلول التوفيقية. لا أحد يريد أن يتصرف، لا أحد يريد أن تسلط عليه الأضواء ويكون محط الأنظار والمساءلة. لا أحد يقر بالتقصير ولا يحب أن ينسب إليه خطأ ما، فكأن هؤلاء المسؤولين في مكاتبهم وخلف طاولاتهم معصومون، حيث لا عصمة إلا للأنبياء. لقد دخل في روعي هذا النموذج من المسؤولين بأن تكليف الحكومة لهم بهذه المناصب إنما هو تشريف لهم وخدمة لشخصياتهم الكريمة، ونسوا أن الحكومة قد وضعتهم في مناصبهم لكي يكونوا خداماً لهذا الشعب. وهكذا أعزائي المشاهدين، دخنا بسبب هذه المشكلة مع أهالي حي السبع دوخات ولم نتوصل إلى نتيجة، فأهالي الحي المذكور ما زالوا يعانون من تلوث المياه، ونحن بدورنا لم نتمكن من تحديد الجهة المسؤولة. علنا نحمل إليكم في الحلقة القادمة من برنامجكم صوت الناس الحل والنتيجة. من يدري، فإنه يحدث أحياناً أن تصحو الضمائر الهاجعة لهذا النموذج من المسؤولين فيعي مسؤولياته تماماً كما يعي قبض راتبه وإكرامياته وحوافزه. فإلى اللقاء. مرحبا هيام. أهلين نعيم. شلون لقيتي لي الحلقة اليوم؟ حلوة، يعطيك العافية. شايف لهجتك باردة شوي. انت مالك ملاحظ انك تخنتها شوي؟ لا تخنتها ولا رفعتها، هيك طبيعة البرنامج. نعيم، انت لازم تكون حذر اكثر من هيك، يعني احيانا عم تشط وتتمادى وتقول رأيك الشخصي بشكل مباشر. ايه، وشو الغلط بالموضوع؟ الغلط انك مفروض تنقل رأي المواطن ورأي المسؤول، مو رأيك الشخصي، وتترك الحكم والاستنتاج للناس مو إلك. انت صاير عم تعلق على آراء المسؤولين وتسخر منه، وهالشي مو لصالحك ابدا. ها، كل هالشي ما بهمني، انا بهمني بالنهايه مصداقيه البرنامج كيف ما كان يكون، وهالمصداقيه هي اللي عم تخلي الناس تتابع البرنامج وتحكي فيه. وطالما انا عم بحكي من وحي ضميري معناها ما لازم خاف ابدا. ما بعرف شو بدي اقول لك، المشكله انك عنيد وما بتعمل الا يلي براسك. هلا هيك رايك فيني انت؟ يا نعيم، انت انسان متزوج وصاحب عيله، واذا كان العزابي بيعد للعشره فالمتزوج لازم يعد للمية. ليش أنا لقديش عم عد؟ أنا شايفة إنك ما عم تعد أبداً، وعم تتصرف باستهتار وطيش، وكأنه نحن مو موجودين بحياتك. ولك يا روحي، إمتى بدك تقيمي هالأوهام من راسك بقى؟ صرت قايل لك ألف مرة إني ما بخطي خطوة واحدة قبل ما أعمل لها 100 حساب. بقى اطمني وريحي بالك، حطينا العشاء. بدك شي غير الليستة اللي معي؟ لا، بس لا تنسى تبرع على اللحم وتوصي على اللحمة. لا ولا يهمك، مالي نسيان. صحيح تذكرت، بدي كفوف للجلي وفيتامينات للزريعة.
من عيوني، غيره في شيء؟ لا سلامتك. تذكري؟ لا لا خلص ما في. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. اهلين وسهلين ومرحبتين. ميت اهلين استاذ نعيم. شلونك؟ الحمد لله والله. شو هالحل الحلوه اللي حطونا اياها امبارح؟ عجبتكم؟ عجبتنا وبس. اول يجبر بخاطرك وياخذ بيدك فعلا، لانك انت صوت الناس المعتره والمظلومه. شكرا يا ابو فارس، هذا لطفك. بس وينك؟ خليك هيك، ها، وقد ما فيك تقل العيار تقله، لا توفر حدا. انت عمي عم تحكي عن المصلحه العامه، وما حدا بيسترجي الا محل الكحل بعينك. يا سيدي نحن بنعمل اللي بيمليه علينا واجبنا وضميرنا. ولك يسلم لي اللي خلقك. اسمح لي هنيك على شجاعتك وجرأتك، فعلاً أنت نادر معدنك. لا نادر ولا غير نادر، ليش ما عم بعمل يعني؟ عم بحكي كلمة حق ليس إلا. ولك ينصر دينك على هالتواضع هاد، يا ريت كل الناس مثلك كان الدنيا بألف خير. بس وينك أستاذ؟ دخيل عينك. يا ريت هيك شي يوم تحكي لنا عن مشاكل اللحمة واللحامين، بركي هالمسؤولين بيطلعوا فينا شي شوي. حكي نحن عنا مشاكل كثيرة، ها؟ إيه قسماً بالله عنا مشاكل، بينكتب عنها مجلدات وكتب. إيه ما في مهنة بتخلى من المشاكل أبو فارس. صحيح. إيه سيدي أمرني. مثل العادة مفرومة بكبة. على عيني وراسي، 10 دقائق بتكون عندك. ماشي الحال. مرحبا أستاذ نعيم. السلام عليكم. أهلين وسهلين، الله يسلم هالتم يا رب. والله إنك أبدعت. شو هالحلقة طلعت بالتلفزيون؟ فعلاً عم بتفشلنا قلبنا من جوا. والله كأنك عم تحكي لنا على جرب عدم المؤاخذة. إيه لا ما وصلت لهون أنت الثاني. إيه وصلت ونص، قال ما وصلت قال. الله يجزيك الخير يا رب، لأنك عم توصي صوت الناس لفوق للسلطات العليا، فعلا أنت سفيرنا وهي شغلة مو قليلة أبدا. بس بيني وبينك كل ما تقلت العيار كل ما الناس حبتك أكثر، لأنه شعبنا بحب الفايني قصدي النقد. بس مو اي نقد، نحن عم ننقد في سبيل البناء. اكيد ما في شك، ربي يحميك من اولاد الحرام. بس استاذ يعني ممكن ما تنسونا وتتذكرونا بشي بخمس دقائق ببرنامجكم؟ ما فهمت عليه. يعني ولو استاذ يعني ما بيطلع لنا خمس دقائق نشرح هموم الخضرجيه مثلنا مثل غيرنا؟ تكرم عينك، يلي بتطلبه انا جاهز. روح ربي خليك لاهلك، لكن بكره انا بيجي لعندك وبنشرب لنا فنجان قهوه بمعيتك وبحكي لك على هموم الخضرجيه كلياتها. على عيني على عيني. السلام عليكم. أهلاً أستاذ نعيم. يا ميت مرحبا. أهلاً بالبطل، فعلاً إنك بطل، مو مجاملة، لأنه عم تحط إيدك على الوجع وعم تكشف الغلط بدون ما تعب حدا. يعني عدم المؤاخذة، واحد غيرك كان قال شو بدي بوجعة هالرأس وشو بدي بهالشغلة، ألف عين تبكي ولا عين أمي تبكي. أما أنت ما شاء الله حولك ما بتسأل عن حدا بنوب؟ لا مو قصة ما بسأل عن حدا. أنا بعرف. أنا ما عم بتطاول. بعرف شو بدك تحكي أستاذ، بس بتسمح لي أسألك سؤال؟ إيه تفضل. ليش المذيع اللي قبلك اللي كان مستلم نفس البرنامج ليش ما كان يحكي مثلك؟ الحقيقة أبصر، ما يعني ما بعرف شو كانت ظروفه. ظروفه واضحة، بده يقبض معاشه ويمشي، بينما أنت لا، عم تشتغل من قلبك وبوحي من ضميرك وبترجاك، وهات لبوس إيدك إنك تضل هيك وما تتأثر بحكي حدا أبدا، لأنه مو حلو أنت عم تطبطب على الغلط وعم تمدح التقصير. أي طبعا طبعا، لأنه فعلا إذا خففت حدة لهجتك تخفيفها رح نزعل منك كتير ورح نعتبرك بعتنا. يعني في ناس بيقولوا لك انه الشعب ما بيجي الا بالعصاية، انا بقول لا، الشعب مو هيك، انما بعض ال... لا سيدي خلينا ساعتين افضل. وليش هي خايفة عليك كل الأد انتي؟ يو شبكي ماما، جوزي شلون ما بدي خاف عليه؟ شو بده يصير له يعني؟ شو بده يصير له؟ قال ممكن يصير له كتير. اي ستي لا تخافي عليه، بيكون مدبر حاله إن شاء الله. فكرك رح يحكي كل الحكي من عنده؟ منين لك؟ قصدي بيكون مسنود من فوق، يعني لو ما كان مسنود وركز وضعه إيه ما كان استرجع يفتح تمه بكلمة واحدة برات الطريق. جوزك وبعرفه جبان وخويف، إيه بيخاف من خياله. إيه بس هو بعمره ما جاب لي سيرة إنه مسنود أو مدعوم. طبعا ما رح يجيب هالسيرة مشان يطلع قدامك بطل ونحنا نقعد نزقف له ونطبطب له. جاي تعلميني على جوزك؟ يا ريت يكون كلامك صحيح يا ماما، فكرك بزعل يعني؟ ولك اوف اوف منك انتي من طول عمرك حوبه. لقاءات، مناقشات، اجتماعات، لجان تعقبها لجان ولا حلول،
والمشكلة دائما تضيع بين زحمة اللجان وانشغال المسؤولين وتراكمات الوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع. أهالي حي سبع دوخات ما زالوا ينتظرون الحل السحري الذي يمكن أن نقدمه لهم، وأهالي كفر البطيخ يستغيثون ويشتكون من تدني أسعار البطيخ، أما أهالي كفر العواميد فيعانون من اهتراء العواميد وسقوطها على رؤوسهم. وفي شعبتنا أيضاً سؤال عن تعديل نظام الضرائب، وتساؤل عن تعديل قانون الإيجار، وعلامة استفهام عن أحدث الطرق في تسجيل سيارات البيك آب، وإشارة تعجب حول فواتير الهاتف وأخطاء الكمبيوتر. سيداتي سادتي، لإلقاء الأضواء على كل ما ذكرنا انتظروا حلقتنا القادمة، وإلى اللقاء. شو شباب؟ تمام؟ شو رأيكم؟ حلو، بس بدي أسألك سؤال. على عيني وعلى رأسي. بتجاوبني بصراحة؟ ايه تفضلي ولو. أنت من مين مسنود؟ يا سيدي حلقة مبارح بتعبي المخ تمام، صدقني اني سلطنت سلطني وانا عم بتفرج عليها. لا والنهفة انك ما خليت حدا من شرك وهاجمت الكل. لا مو الكل، انا فقط هاجمت المسيئين والمخطئين. انا هيك قصدي. الله يعطيك العافية ويخلينا اياك يا اخ نعيم. اذا بتضل ماشي على هالمنوال برنامجك رح يصير من اقوى البرامج بالمحطات العربية. طبعا لازم يضل ماشي على هالمنوال لانه الجماهير العربية حطت ثقتها فيه. سمعان اخي نعيم، ثقة الجماهير العربية أمانة برقبتك، وأنت ما لازم أبداً تتخلى عن الناس. ها وطريقك ها طريق روحة بلا رجعة. قصدي إنه لا تراجع عنه أبداً. صحيح يا سيدي، الله يقدرنا على فعل الخير لخدمة هذا الوطن. أهلين نعيم، شو هالحكي؟ إمتى؟ طيب ليش ما قلت لي من الأول؟ بس أنا هيك بدي أشغل بالي عليك كتير. لا ما رح أضل بالبيت، رح أروح لعند أمي. إيه وإمتى بترجع؟ مو معروف إمتى؟ ماشي الحال. طيب طيب حبيبي، الله يسهل لك ولا يضرك يا حق. مع السلامة. شو يا؟ صرنا يومين ثلاثة ما شفنا الأستاذ نعيم، شو قصته يا ترى؟ لك حتى حلقته مبارح بالتلفزيون ما حطوها. شو هالحكي؟ ايه معناها في إنا بالموضوع. مو بس إنا، في إنا ولكننا وحيثما، هذا أكيد دقوا فيه ما في كلام. ايه طبعاً معلوم بدهم يدقوا فيه، لأنه صار يتبغدد عليهم كتير، بلش ينقر وينغم ويطاول شمال ويمين، مفكر حاله إنه رح يصلح الكون حضرته. الله يصلحه ويهديه. أخي أنا متوقع له هيك نهاية، مو معقول يسكتوا عنه بعد كل الحكي اللي حكاه، الشغلة بالعقل. أخي مدوله مدوله وغضوا النظر عنه هيك لحتى فلت الزنبرك تبعه وصار بده تعيير من جديد. قلتك أكيد هلأ بيكون عم يركبوا له زنبرك جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيه تكرم عينك. بإذنك أخي. خذ راحتك. لا مو بس هيك، الموضوع أخذ منحة تاني، يعني بالقلم نشرح صار نقده هالدام، ما حد نقد بناء موضوعي. الأخ مفكر لي حاله دون كشوت عصره، والبرنامج صار فيه إساءة وإهانة وتجريح بالمسؤولين أكثر مما يجي. أخي هدول المسؤولين شو ما كانت مناصبهم، بس إلا ما يكون في مين دعمه. يخرب بيته، يخرب بيته على هالعملة. يا ما نصحناه بس ما كان ينتصح عبس. صحيح، يا ما حاولنا نردعه بس ما كان مرتدي، ركب راسه على الفاضي. يا سيدي تحركش بالحمى لحتى دقته البردية. المسكين طاش حجره ونعم على قلبه وما عاد شاف قدامه. أخي هي عقدته الغرور. الزلمة كبر راسه كتير. الإنسان لازم يكون حكيم ومتوازي، وخصوصي بهيك أمور. الله يصلحه ويهديه. هو هيك طبعه، طايش ومتهور وما بيحسب حساب لشي. ما نعرف مين أخذه الأستاذ نعيم؟ لا والله لحد هلأ مو معروفة وين أراضيه. الله يستر يا رب. يعني كمان هو الله يصلحه، شو بده بطولة لسانه كتر الحكي؟
ايه انا بعرف. لا ومشكلته انه عنيد ومخه يابس وما بسمع من حدا. اخي تكبير راس لهالدرجة مو حلوة ابدا. مزبوط. بعدين كل انسان لازم يعرف وين حدوده. السلام عليكم. استاذ انعام، استاذ نعيم. شو بكم تبلكمتوا وقت شفتوني كأنكم شفتوا شي جنة؟ لا ابدا استاذ، ليش حتى تبلكم؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. يعني الحمد لله على السلامة استاذ، ألف الحمد لله على السلامة إن شاء الله. شو إمتى طالعوك استاذ؟ منين بدهم يطالعوني؟ بيقصد إمتى كاد القدوم؟ الحمد لله إنا زمان ما شفناه. والله اليوم وصلت من السفر. شو؟ اجتني سفرة مستعجلة على كرواتيا مشان اشترك بمهرجان إذاعي. يعني الأسبوع الماضي استاذ كنت بكرواتيا؟ وين بدي اكون لك؟ ببيت خالتي. والبرنامج شو، ليش ما طلع البرنامج تبعك؟ الحقيقة برنامجي توقف أثناء غيابي، بس بكرة رح أبلش بتسجيل حلقة جديدة. ها ايوه، ايه هلا فهمت عليك. وشو طبيعة هالحلقة يا ترى؟ بدي هاجم القطاع التجاري بالبلد وبدي اتعرض لقانون الاستثمار رقم 10. ايه والله بتعمل زينة العقل. وينك استاذ؟ لا تهون مع حدا ابدا ها، وكلمة الحق لازم تنقال ولو على قطع رقبتك. روح الله ياخذ بيدك وينصرك على كل عداك. امين يا رب. حديث المرايا.